وبشأن استمرار سلسلة الحرائق والهجمات التي تستهدف المنشآت الإيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أستاذ طارق، السلام عليكم. أسبوع الحرائق في إيران على ما يبدو بعد حرائق المنشآت الحيوية خلال الأسبوع، النيران تلتهم اليوم 7 سفن في ميناء بوشهر. كيف يمكن التعليق على ظاهرة الحرائق في إيران؟ هل هناك رسائل ما ومن أين تحديدا أستاذ طارق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الفرصة. حقيقة إيران شهدت منذ أكثر من أسبوعين سلسلة انفجارات وسلسلة هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لربما كسيناريو أولي مطروح من قبل النظام الإيراني وإسرائيل وعناصر تعمل لصالح الولايات المتحدة وصالح إسرائيل داخل منشآت إيران ومفاعل إيران، بالإضافة إلى وجود تلك العناصر في عدد كبير من المنشآت والبنى التحتية كشركات والصناعة البتروكيماويات. بالتالي هذه الأمور هي تأتي في خانة سوء الإدارة وضعف الإدارة الإيرانية بالنسبة لما يحصل في تلك المفاعل والمنشآت. لأن إذا قارنا هذه الهجمات بما حصلت في دول أخرى، نستطيع أن نقول أن الحرائق تحصل كل مكان، ولكن كيفية التعامل مع تلك الأزمات وكيفية التعامل مع تلك الحرائق من دولة إلى دولة تختلف تماما. يعني على سبيل المثال، عندما تحصل حتى حادثة يعني طبيعية، النظام الإيراني يفقد السيطرة وضعيف جدا جدا في إدارة الأزمات، وبالتالي نستطيع القول أن هذه الضعف في الخدمات المجتمعية والبنى التحتية هي تأتي من ضعف إيران الاقتصادي بفعل العقوبات المفروضة عليه دوليا. أستاذ طارق، لكن الغريب في الموضوع أن إيران يعني تحاول دائما أن تظهر تلك الحرائق على أنها حرائق قدرية، أي تخضع للقضاء والقدر، وبالتالي هي تحاول التغطية على هذه الحوادث. ما السبب برأيكم؟ يعني أنا قلت في بداية حديثي، نعم، أن وإن كانت طبيعية بعض من تلك الحرائق، وإن كانت مفتعلة، وإن كانت بأثر هجمات سيبرانية ويعني غزف أو أقصد غذائف أو صواريخ وما إلى ذلك، مثلما يعني وجدت خلال سيناريوهات طرحت على الإعلام كهجوم إسرائيلي بواسطة الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية، هجوم سيبراني، وبجانب ذلك النظام الإيراني فند جميع تلك السيناريوهات وترك كل ذلك في خانة الوقائع الطبيعية والحوادث والكوارث الطبيعية. بالتالي كل هذه تأتي في تلك الإطار وتعطي واقع جديد للعالم بأن النظام الإيراني أولا ضعيف جدا في دفاعاته الجوية، في دفاعاته السيبرانية، ضعيف جدا في التكنولوجيا أي بعيدة تماما عن التحديث العالمي، ضعيف في إعطاء الخدمات حتى للكوارث الطبيعية والبيئية التي نستبعدها تماما، لأن ليست صحيحة خلال أسبوعين أو أسابيع تحصل أكثر من 15 حالة من الحرائق ومن التدخل ومن الضرب ومن الهجوم السيبراني. بالتالي كل تلك السيناريوهات وكل تلك الحالات تعطي رسالة واضحة للنظام الإيراني بأن هنالك هجوم أجنبي وهجوم داخلي الآن يتم باتجاه النظام الإيراني. ونستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهم عناصر داخل جميع المنشآت والمفاعل الإيرانية، ونحن لدينا أدلة على ذلك. على سبيل المثال، عام 2013 عندما ضربت قاعدة بيت جنر في مدينة شهريار بالغرب من عاصمة إيران طهران، وهناك كانت قاعدة لصنع الصواريخ ووقودها. طيب. وقتل اللواء حسن طهاني الرجل الصاروخي الأول الإيراني. تلك الهجمات أو الهجوم حصل بواسطة العناصر الإسرائيلية، أي بمعنى أن إسرائيل منذ زمن هي تريد أن تقضي على برنامج إيران النووي ومفاعلها، وتعمل وكل الخيارات مطروحة أمام إسرائيل. إما يعني أستاذ طارق، يعني أنت تذهب إلى الرأي الذي أشارت إليه صحيفة نيويورك تايمز، حيث أشارت خلال الأسبوع الماضي إلى أن الكيان الصهيوني قد يكون ضالعا في هذه الحرائق. إسرائيل كانت تتبع سياسة الإبهام حتى مجيء السيد ترامب. منذ إدارة السيد ترامب التي هي تختلف عن سابقاتها،
طيب. بدأوا الإسرائيليين بتصريحات مختلفة تماما، لا يفندوا ولا يردوا ولا يرفضوا وجودهم أو ظروعهم في هكذا حالات. في هذا الأسبوع الماضي أكثر من 5 جرائد من الجرائد الإسرائيلية تحدثت، بل غامت بصراحة القول أن لإسرائيل دور ولإسرائيل ضلوع في هذه الهجمات. وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الخارجية الإسرائيلي أيضا قال بالنسبة لنا المفاعل النووية اليانية والقوة النووية اليانية تعتبر خط أحمر أي فيتو. لذلك نستطيع أن نقول أن إسرائيل اليوم انتهت بالنسبة لبرنامجها ولنظريتها الإبهام في هكذا حالات. أستاذ طارق، لكن الخارجية الأمريكية أيضا صرحت من جانبها بأنه قد حان الوقت لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من قبل إيران، لكن هنا السؤال، هل يمكن أن نربط هذه التصريحات وهذه الهجمات ضد المنشآت والسفن الإيرانية مؤخرا؟ هل هناك رابط معين؟ يعني أكبر ترند وأكبر هاشتاج شهدتها شركة تويتر هو هاشتاج لا للإعدام، أي لا تعدموا. حتى السيد ترامب غرد هذه التغريدة على تويتر بأن أوقفوا الإعدامات في إيران. النظام الإيراني العام الماضي أعدم أكثر من 251 شخص تهمته يعني التهم الأمنية والسياسية. فاليوم الناشط السياسي في إيران يعدم. لذلك مسألة وملف حقوق الإنسان في إيران هو ليس جديد وليس وليدة اللحظة كما يعتقد البعض، وأن النظام الأمريكي يستخدم هذه الورقة كورقة الشعوب في إيران وكورقة حقوق المرأة والإضطهاد والقمع ويعني ضعف البرامج الأمنية مثل ما يقول الحريات العامة. بالتالي هذه الملفات هي تزيد الطين بلة بالنسبة للنظام الإيراني، وتعتبر أوراق ضاغطة للأمريكان وللمجتمع الدولي بوجه النظام الإيراني. أستاذ طارق، أنتم كمعارضة هل تعولون على الولايات المتحدة والغرب في إسقاط نظام طهران؟ يعني النظام الإيراني منذ 40 عاما هو يشتغل ويعمل لبث سيطرته ولزرع ميليشيا وخلايا نائمة في جميع مناطق شرق الأوسط. اليوم النظام الإيراني يحصد ما زرعه قبل 40 عاما. الشعوب داخل جغرافيا إيران السياسية هي تعول بالدرجة الأولى على قدرات شعوبها وعلى المظاهرات والعصيان المدني، ونرفض تماما استخدام العنف والإرهاب مثل ما يستخدمه الحرس الثوري الإيراني. ولكن إن حصلت عصيان ومظاهرات مدنية عارمة ترمي إلى إسقاط هذا النظام وترمي إلى تغيير النظام داخل جغرافية إيران السياسية، بالتأكيد نحن نمد اليد ونناشد المجتمع الدولي بشكل كامل، ومن ضمن تلك المؤسسات هي الإدارة الأمريكية الحاكمة، ونعول أيضا بعد تعويلنا على شعوبنا بالدبلوماسية الغربية وبالدبلوماسية الأممية من أجل التسريع في إسقاط هذا النظام المجرم والإرهابي. من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.